عرفت من عندهم في الياء 1953. ان شاء الله اليوم راح ابلش بقائمه المنهج. في عندي قسم بالفيو اللي هو هذا، ان شاء الله راح اتركه لقسم الشيتس بس لحتى نبلش بالشيت، لانه عندي مثلا الليجند والسكجول والشيتس يعني ان سام هاو خليني اقول كلياتهم مرتبطين مع بعض، فراح اتركهم مع قسم الديتيلز باذن الله لبعدين. راح ابلش بالمنهج. راح نتكلم اليوم عن الماتريال. الماتريال طبعا الماتريال براوزر موجود عندي. هذا الماتريال براوزر بيطلع عندي بكتير اماكن، إذا كنت عم أحكي مثلا على الحيط مثلا أو على الفلور، فوت لعند الإيديت تايب، بفوت لعند الإيديت، بطلع عند الماتريال، بيطلع عندي الماتريال براوزر. أوكي، إذا كنت كمان عم أحكي على الحيط نفس الأمر، بفوت على الإيديت، بفوت لعند الماتريال، بيطلع عندي أجين الماتريال براوزر. طيب بفوت لعند المانج 1. تمام، المانج عندي طبعا قائمة الماتريال موجود عندي على اليسار، وعندي خليني أقول كل صفات خاصة بكل ماتريال بكبس عليها. تمام، في عندي الجرافيك والابيرنس، لازم أعرف الفرق بيناتهم. الجرافيك بيكون عندي وقت بكون أنا مفعل الشيدد 1، فعل الشيدد بالفيو هو الشيدد، هو بيكون متعلق بالجرافيك. والابيرنس 1 هو الريال 1 إذا كنت عم أعمل أنا الرياليستيك 1. تمام، حتى بيطلع لي الصورة الرياليستيك تبعت الماتريال. مثل ما انا شايف طبعا في عندي هون الماتيريال لايبراري، اذا لايبراري اذا بكبس هذا السهم بيطلع عندي هذا الهوم، بكبس عليه بيطلع عندي كمان الاي سي ماتيريال، الاي اي سي ماتيريالز، بكبس كمان عليه بيطلع عندي الماتيريال المختلفه الموجوده. هلا في عندي طبعا شيء اسمه اسيت اللي هو هذا الاسيت براوزر. هذا اذا كان في عندي ماتيريال مش موجوده وبدي اياها، طبعا هذول فيني استخدم اثنينهم اكيد، ولكن حاليا يعني اظن الموجودين موجودين هون يعني كتير انف. ولكن اذا اي شيء موجود يعني في شيء ببالي ما مو موجود بهي الماتريال الموجوده هون، فيني طبعا اجيبه من الاس براوزر. هي ممكن كمقدمه هيك بسيطه. اوكي، بشلون بعمل اساين للماتريال؟ بكل بساطه انا ممكن يكون عندي هاد الكيوب مثل ما شايف، انا هو عباره عن ديت ان بليس او عن جينيريك موديل، بفوت عليه وبقول له الماتيريال. مثل ما انا شايف انا كنت عاطيه ماتيريال، خليه ممكن اذا بدي اعطيه خشب. اوكي، هون ما في خشب ممكن، او اذا بكبس مثلا هون وود بشوف شو اللي بيطلع لي اياه. بيطلع لي طبعا الماتيريال مثل ما انا شايف، هو دايركت يفتح على الاي اي سي براوزر وحطلع لي على الوود وموجود الماتيريال المختلفه. ممكن انا بدي استخدم هذا الامر او هذا هاي الماتيريال اللي هي البيرتش 1، فممكن بعمل دايركتلي بعمل اد لإلها. تمام، تطلع عندي لفوق، بقول له طبعا ابلاي. ولكن قبل ما نعمل ابلاي في عندي حاليا هذا عم يقول لي انه شو الكلر اللي راح يطلع اذا كنت انا حاط شيدد، فراح يطلع عندي هذا الكلر اللي هو الجراي 1. في عندي بالابيرنس راح تطلع عندي هاي لون، هذا لون هاي الماتريال، هي الماب تبعتها وهاي الصورة تبعتها. تمام، بعمل طبعا كبير مشان اشوفها. فيني طبعا ابدل من هون من السين، ممكن سفير، ممكن اختار اذا كنت مثلا حيط مثلا بدي اشوف اذا بتطلع شلون بتطلع على حيط، بقدر اطلع باكبس هذا الامر. كمان شيء ثاني في عندي هون شيء كتير حلو اسمه اليوز ريندر ابيرنس. بكل بساطه اذا بكبس عليه بختار اقرب لون للواقع، اوكي للابيرنس 1. فهو اذا حطيت هلا هيك بقول له ابلاي، كمان ابلاي، بشوف عندي اختار هذا اللون كشيدد 1 بما ان انا على الشيدد. اوكي، فممكن اقول له حاليا فينيش واروح لعند الرياليستيك 1. اشوف عندي طبعا بدي امسح هدول البيبل لانه كتير بتقلوا الملف. اوكي، فاختار عندي هاي الماتريال. طبعا الماتريال بهالشكل هذا وبهاللون هذا وبهال السكيل هاي بسبب الاعدادات اللي احنا مساويينها. اوكي، طبعا الماتيريال راح تاخذ معنا اكثر من فيديو، ولكن ان شاء الله بنبلش يعني شغله شغله مشان خليني اقول اشرح اكثر ما فيني على هي على هذا الامر لانه كثير مهم. اوكي، بنشوف عند الماتيريال او بنفوت عندي على السكيل تبعها، بشوف عندي في سكيل هون تحت اللي هو السكيل، طبعا حاليا هون موصولين مع بعضهم، هي الاشاره تعني انه هن موصولين مع بعضهم. بحاله انا غيرت بهذا الرقم بغير هو بالثاني. حاليا السايز كل صوره من هون اذا بشوف انا هون طلع هيك عندي كل وحده من هون عم ينعمل لها ريبيت، هي عباره عن دايمنشن مثلا من هون لهون وهو ريكتانجل. اوكي، عم ينعمل له ريبيتيشن او تكرار.
بفوت انا على السايز تبعها، ممكن انا بدي اياها كبيره، اوكي، بما انا عم اشتغل بالسنتي، فممكن انا اختار ممكن 200 سنتي وهالشكل. بلاقي عندي هو لحاله اختار لي رقم معين، بقول له اوكي، ابلاي ابلاي اوكي، بلاقي عندي الماتريال اكيد كبرت، صارت يعني اكثر رياليستيك من الاولى، اوكي، فبقول له اوكي. حاليا بشوف عندي طبعا في مشكله بالالوان بسبب الجي دي اللي كنا حاطينها، يعني هو الجرافيك ديسبلاي اوبشن جي دي شورت كات. بشوف عندي اللايتنج بسبب ان انا كنت كثير مقوي اللايتنج، يعني بدنا نوصل شوي اللايتنج، ممكن نزود الشر شوي للابلاي، هيك صارت رياليستيك اكثر، تمام. بشوف عندي طبعا هي كمان الكيوب الثاني، ممكن نعطيه نفس الماتريال. بكل بساطه فيني اروح لعند هون واعمل له كنترول سي، بعدين اجي لعند هذا واقول له كنترول في، اختار على هذا كنترول اي كنترول في، تمام، بهالشكل هذا. فبهالبساطه هي كانت عن الماتريال. اوكي، ممكن اتكلم عن شيء ثاني اذا بشوف المانج نروح عند الماتريال. حكيت كيف بقدر انا اعمل نجيب ماتريال جديده من المكتبه الموجوده. خليني كمان اعمل، اذا بدي اجيب ماتيريال من الاسيت براوزر، بكل بساطه بعمل كرييت نيو، اوكي، كرييت نيو ماتيريال، رايت كليك عليها وبقول له مثلا رينيم، بدي اسميها مثلا ممكن نيو 1، اوكي، فخليني بس اسميها 01 مشان تطلع دايركتلي لفوق، نيو 1 بهالشكل. حاليا بفتح الاسيت براوزر، بما اني موجود انا لساتني هون، بفتح الاسيت براوزر. ممكن انا ممكن هاي الموزيك بدي اياها، بعمل له فقط ريبليس، هو دايركتلي اخذ على النيو 1، صار عندي هاي الماتيريال، اخذ الموزيك 1، وطبعا بقول له حاليا ابلاي اوكي. هلا اذا بجي انا بفتح ممكن الماتيريال اجين، لازم تطلع عندي نيو 1، بفوت على الابيرنس تبعها، بشوف عندي الماتريال موجود عندي، اوكي، ممكن خليني اجرب، اوكي، بس للدرس راح نحط هون مزيك لنشوف شلون بتطلع. نروح لعند الاديت، نروح لعند الاديت اجين، تطلع عندي بالاول لازم، لانه 01 اسمه. خليني كمان اعمل له اليوزر رندر ابيز، طلع اللون حلو، اوكي، ابلاي اوكي، ابلاي ابلاي اوكي، فصار عندي الماتريال بهالشكل هذا، اوكي. بغض النظر عن الماتريال هاي، ولكن اتس اوكي، بس للدرس. ممكن كمان انا اعمل تكبير لهي الماتريال، بشوف الماتريال الموجود عندي الابيرنس، بروح عند السكيل ما سويت باول وحده، خليها ممكن تكون 200 200، اكيد هو راح يحط لي اياها انه ابلاي. هلا هو لحاله بغير ابلاي، شفت انه كبرت الماتريال، بقول اوكي ابلاي، طبعا تغيروا كلياتهم بسبب انه كلياتهم نفس الحيط، اوكي، فبهالشكل. طبعا جدا سيئة، اوكي، فرح نغير، معليش، ولكن فقط كانت للدرس. راح اكتب الوايت مثل ما كان، الكلادينج او الجبسن بورد، دبل كليك طبعا عليها، اتس اوكي، نفس الموضوع، ابلاي اوكي. طبعا حاليا هي كمقدمة للماتيريال، ان شاء الله راح نكمل كمان بفيديوهات ثانيه. خليني ممكن بما اني انا موجود هون، ممكن اكبس على هارد جلاس، او ممكن فول دايركت لعند الماتيريال بما انه هارد جلاس، بكبس جلاس لشوف شو الجلاس اللي موجود عندي. هو دايركت اكيد عم ياخذ هارد جلاس بما انه موجود هون، فبشوف شو الابيرنس الموجود، بشوف عندي اخذ الكلير 1 اللي هو هاد، ممكن بدي اياه ياخذ البلو، بشوف له ابلاي، اوكي، طبعا صار بلو 1. وهيك كانت كبداية بإذن الله للماتيريال.